بهذه الوثيقة التاريخية حضر مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها حزباً سياسياً بعد حادثة المنشية الشهيرة، والتي اتهم خلالها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان وموجة العنف والعنف المضاد في الشارع المصري، ها هي السلطات تبحث قرارات والمحاكم تتداول في دعاوى لحل جمعية الإخوان المسلمين الإطار القانوني الذي استحدثته الجماعة لتقنين أوضاعها بعد مطالبات سياسية وشعبية بحظرها. المخالفات المنسوبة لجمعية الإخوان المسلمين هي بتتعلق بالمقر، حيث ثبت عليهم أن هم حازوا مفرقعات وأسلحة وقنابل مولوتوف، وكان بالمقر قناصة وميليشيات مسلحة تقتل مواطنين وتصيبهم. السياسة تلعب دور فيها، وأنا ما كنتش أتمنى ده. يعني إنشاء الجماعة الإسلامية تم بقرار عشان السياسة كانت عايزة كده، هناك إرادة سياسية تريد ذلك. النهاردة تم حلها عشان إرادة سياسية تريد ذلك. أتصور ليس هذا هو المعيار أو المفروض يكون مطبق على القوانين أو القرارات الإدارية، وإن كان المفروض يكون في دولة مؤسسات وليست إرادة سياسية تتحكم في الموضوع. تقارير بارتكاب جمعية الإخوان التي تأسست في عهد الرئيس مرسي مخالفات وانخراطها في أعمال عنف، دعت اتحاد الجمعيات الأهلية المصري لإصدار توصية بحل الجمعية، ولم يتبقى سوى قرار من الجهة الإدارية لتطبيق هذه التوصية. وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً قضائياً بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها المشهرة قانوناً وكافة المؤسسات المتفرعة عنها والتابعة لها، وأيضاً كافة المؤسسات التي تتلقى منها دعماً مالياً ويقوم عليها أحد أعضاء الجماعة. الحكم لم يعرض للجماعة أو الجمعية أو التنظيم من حيث الوجود أو العدم، لم يمس أصل الحق، وبالتالي هو حكم صحيح، حكم انعقد للقاضي المستعجل. من حقه أنه يقضي في مادة مستعجلة بحظر هذا النشاط الشاذ اللي بيعرض للضرر. في الحقيقة هو أحد الأحكام المسيسة في ظل سلطة الإنقلابيين، يعني نتيجة طبيعية لخريطة طريق الدم الذي وضعها الفريق السيسي الذي يحظر فيها كل شيء، حظر تجوال ثم حظر للإخوان قبل هذا الحكم، وأتوقع أن يحظر حزب الحرية والعدالة والوسط وكل الأحزاب المعارضة له، ويقوم بنفس الطريقة في استخدام آليات وأدوات القضاء والداخلية وما إلى آخره لتنفيذ خارطة الطريق. وتنظر محكمة القضاء الإداري في شهر ديسمبر كانون الأول المقبل دعوى قضائية جديدة تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين. بالأمس القريب كانت جماعة الإخوان المسلمين في قلب مفاصل الدولة المصرية، واليوم تبدل الحال تماماً، وأصبحت غالبية قياداتها ومنتسبيها محل ملاحقات أمنية ومساءلات قضائية ودعوات بالحظر والمنع. إنها تقلبات السياسة. عطية نبيل، BBC، القاهرة.